طيب نتحدث عن الأكلات الطاجيكية، يعني الأكلات الشعبية. أنا كنت كم قبل تقريبا سنتين برضو كنت عند السفير السابق ضراب الدين القاسمي، الله يكرمه خير. نعم، حاليا هو سفير في مصر. والآن سفيركم في مصر؟ نعم، والآن سفير في مصر ما شاء الله، ودبلوماسي محنك، ونتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله بإذن الله. وأنتم أيضا ما شاء الله تكملون هذه المسيرة الناجحة. الحمد لله. وما شاء الله شاهدت يعني أكلات طاجيكية مميزة جدا. نعم فعلا، يعني ومعروف أن الشعب الطاجيكي شعب مضياف، وهذا الأمر ما يستغرب عليكم. نأخذ عنها لمحة عن الأكلات الشعبية في طاجكستان إن شاء الله. وحديثكم أن الأكلات الشعبية في طاجكستان يعني يحملني على أن أشكركم لذوقكم الرفيع ولهذا التقييم الجيد. وهي بشكل عام الأكلات الشعبية في طاجكستان تشبه الأكلات الشعبية في المملكة وفي العالم العربي، إلا يعني بعض الاختلافات البسيطة. وترى الأكلات الشعبية الطاجيكية موجودة الآن في المملكة، في مطاعم. نعم، في مطاعم المعروفة بالمطاعم البخارية، يعني الذين أسسوا المطاعم البخارية هم الذين جاءوا من آسيا الوسطى، من بلاد ما وراء النهر. صحيح. وأسسوا هنا، ومثلا الرز البخاري، و مثلا السمبوسك، أو نحن نسميه سمبوسة، والأكلات الأخرى هي بشكل عام موجودة. كانت أساسها من بلاد ما وراء النهر، يعني من بلاد ما وراء النهر، وكما يعني نسبة إلى بخارة، يقولون المطعم البخاري نسبة. نعم، إلى بخارة. وترى نحن قبل الانضمام للاتحاد السوفيتي بلدان ما وراء النهر كانت تابعة، أو كانت هناك دولة اسمها إمارة بخارة. وهذه معظم هذه البلدان اللي في آسيا الوسطى وما وراء النهر كانت تدخل في حدود إمارة بخارة. فنسبة إلى هذه المدينة العريقة الآن هذه الأكلات الشعبية الموجودة حاليا في بعضها في المطاعم السعودية هي تنسب إلى هذه المدينة العريقة، مدينة بخارة. والآن نحن يعني عملا بمبدأ زي ما يقولون ليس الخبر كالعيان. نعم. أتينا ببعض النماذج من الحلويات الطاجيكية، فهناك أسر حاليا أسر من طاجكستان متواجدين لديهم معامل ومصنع للحلويات، يقدمون الحلويات الطاجيكية المتميزة للشعب السعودي هنا في الرياض. فبإمكاننا أن نلقي النظرة من قريب، يعني يلا عشان برضو نكسر الأشياء الرسمية. يلا قوموا يا شباب خلنا نجرب. إن شاء الله السفير في التجربة الثانية تكون في طاجكستان إن شاء الله. إن شاء الله. بس قبل ما يأكلونها الشباب خلنا نشرح عنها، لأن طيب هذا عندنا اسمه هذه الأكلة يعني حلوة. تشك تشك. نعم، خلينا نستعرضها قدام. طيب يمكن. نعم، اسمها تشك تشك. ترى هذه الأكلة معروفة عند جميع شعوب في آسيا الوسطى. نعم. طيب، ويصنعون في المناسبات. يصنعون في المناسبات، وكذلك أيضا هذه الأكلة اسمها براينيك. طبعا يعني نفس ال لا قريبة من الكليجة ولا لا؟ تقريبا. نعم، كليجة. نعم. الكليجة. نعم. القصيمية مش كده؟ اي نعم. تقريبا. تقريبا. إيه؟ بس نعم، بس مملوء من الداخل شوي. نكب علينا بعدين. ايوه. نعم. طيب. وهذا ايضا شيء مميز نحن في طاجكستان نسميه أرزق، وهذا يؤكل بالعسل الطاجيكي. نعم. المميز. واحد من الشباب يجرب، بس خذ لنا واحده بالعسل. نعم. انا والله صاحب خبره، انا الحمد لله طاجكستان. ما شاء الله. لازم اسولف معك انت بعدين. ارزق اسمه. ارزق. نعم، يصنعون في الاحتفالات. نعم، تعالوا شباب شاركوا معنا. نعم، وهذه احنا ما نجرب الا هناك ان شاء الله الاثنين. ان شاء الله هناك نجرب عندك. خلاص.
وهذه ان شاء الله هذه الكعكه العسليه بامكانكم انت ان تفتحوا هذه الكعكه هذه العسليه واقطعوا عشان هو بعد البرنامج ان شاء الله تذوقوا. ما يمنع تجربونها الحين؟ ممكن تجربون. يلا يا شباب. والله انا ما قدرت اقاوم. ليش؟ يلا خذوا من السفير ما دام ايش باقي ابغى؟ والله عاد السفير خلاص مروح على الشباب سلطان و... الله يعطيك العافيه. خذ وزع على الشباب. نعم هذه بعض النماذج للحلويات الطاجيكيه يعني اللي قدرنا ان نجيبها هنا اليوم في البرنامج ونتمنى ان تكون نالت اعجابكم ان شاء الله. الله يعطيكم العافيه. ما شاء الله متميزين في الله يبارك فيك. عطوا سلطان والشباب الله يطول عمرك. اسمحوا لي اقصها هذه. ايه خذ راحتك. انا ما قومنا السفير الا عشان تاخذ راحتكم. هذه الكعكه العسليه المميزه وعشان برضه ما يقول مشاهد انكم مرسمين الفقره فخلاص عشوا جوكم يعني. شكرا. انا تجيني رسائل يقول تركي الفقره رسميه شوي نبيها في ريالتي فخلاص ما عاد السفير نخليه يغني بس. لا لا هذه انا. شكرا شكرا. ما شاء الله الله يرزقك يا احمد. هذه اشهر الوجبات عندكم. بس لازم العسل. نعم جربها بالعسل. الوجبات عندكم هذه الحلويات. لا هذه الوجبات الرسمية اللي عندكم. الوجبات الرئيسية يعني. الرئيسية نعم. الوجبات الرئيسية طبعا الرز يعني نسميه بيلوف أو بيلوف بلوف اللي هو المعروف نعم الرز البخاري و منتو وسمبوسك ويغمش أيضا هذا لا نحن لا نسميه يغمش بس هذا نعم سمبوسك. يعني لو رحت عندهم هناك قلت لهم أبي بلو يعني. بلوف في كل مكان أي مطعم. ما من مطعم إلا وفيه بلوف. شباب هنا مشهورين بالبخاري. نعم بس البلوف الطاجيكي مختلف. لا الأرثوذ يا سيدي قريبة من تسمح لي سعادة السفير من الباخوري الحضرمي. صحيح صحيح أحسنتم سعادة السفير. تسمح لي الآن الباشمركة والبلوف هي أكلة لجميع الدول وسط آسيا. نعم أو هي خاصة بدول أنا أوزباكستان كازاخستان اللي هم يهتمون بالباشمركة. هي طبعا كازاخستان الأكلة الرئيسية عندهم اسمها بشبرماق. بشبرماق ولكن في طاجكستان وأوزبكستان الوجبة الرئيسية هي بلوف. بلوف نعم بلوف. نعم أنا سعدت بزيارة هذا الحقين اللي هنا في فطبعا الشعب الطاجيكي شعب شقيق قريب الله يبارك فيك. اصدقاء كثير من الشعب الطاجيكي يدرسون هنا و... نعم صحيح وساعدتني تعرفت عليهم فزاروني في القصيم وايضا زرتهم في طاجيكستان. ما شاء الله هذا اللي يصنعون الحلا هنا في نعم هذا حلويات اضواء الجبل الجاليه الطاجيكيه اللي يصنعون الحلويات يعني هنا يقدر اي شخص انه يحصل ايوه يعني. نعم هذه الكروت موجوده هنا من كان نعم طيب ناخذ بس رقم الجوال يا شباب علشان نحطه على الشاشه رقم جوالهم طبعا 0595989019 طبعا راح اعيدها مره ثانيه 0595989019 حلويات اضواء الجبل هذه جاليه نعم الجاليه الطاجيكيه موجودين ما شاء الله على السفير في قهوه يا شباب الله يبارك فيكم صبوا الله خير قاعد تسلم نبي نخلي السفير يوقف شوي احسن من الجلسه ولا لا خلاص يعني هو ايوه لانه نعم البرنامج برنامج الفرصه نعم. وبرنامج الرياليتي فالشباب ماخذين جوهم يعني من ناحيه جعل مليون عافيه بالعكس هذه الفرصه تعطينا الفرصه لنخرج من الروتين من وسعدنا والله احلى روتين معك جعل مليون عافيه لا حتى المخرج كلمني مبسوط على الجو هذا يعني الله يبارك فيكم لا تاخذ قهوه الحين ايوه هنا كذا احسن ما اجملها جميله للعالم الشباب كيف الاكلات عجبتكم اول والحين اثرتونا والله جزاكم الله خير الله يبارك فيكم لا لا مو الحين بعد البرنامج نروح سوا ان شاء الله لا لا خلاص التاشيرات موجوده بعد موافقه الاستاذ طبعا لازم الموافقه لازم الموافقه لازم تسلم ان شاء الله سعاده السفير كل الاكلات فيها البصمة الطاجكستانية بس بنكهة عربية فيها الحمد لله فيها نكهة عربية أي والله أكيد أكيد نعم نعم في بداية البرنامج أنا قلت نعم في تقارب لأن حضارة مشتركة وثقافة مشتركة نعم الله يعطيك
والكثير من سلمت يا سلطان أشقاء السعوديين السائحين عندما ألتقي بهم الذين زاروا طاجكستان يعني يقسمون يقولون نحن لما ندخل طاجكستان نحس لا نحس بالغربة صحيح نجد أنفسنا في بلدنا الثاني لأن الشعب مضياف نعم والشعب مرحب بالسائح السعودي وبالسائح العربي صحيح نعم والسائح العربي والسائح السعودي يجد ما يعجبه في طاجكستان من المناخ ومن المعاملة والبيئة ليس البيئة الطبيعية فقط يعني البيئة الاجتماعية كل البيوت مرحبة نعم صحيح مضيافة الله يرجعون على السفير جزاكم الله خير الله الشعب السعودي لما يروح طاجكستان وجدتهم ما يرجعون ولا يعلم أحد ما يروح يقول لا أحد يدري خلونا الحالة الشعب الطاجيكي محب جدا انا سعدت اني كنت في رمضان هناك دائما احرص في الدول الاسلاميه اني اروح زرت اكثر من 36 دوله فحرصت اني ازور طاجكستان وانا صايم لان اصدقائي هناك انا يغلون فيزوروني فزرتهم انا احرجت بامانه يعني من كرمهم نعم لما تدخل البيت السفرة على مد النظر وفيها من خيرات الله كلها صحيح. تقول له يا أخي لا تكلف على نفسك يقول لك لا 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 احنا فرحين هذا يوم عيد انت جيت عندنا صحيح صحيح فسعدت يعني بساطة ورحابة وكرم على الفكرة نحن مقبلين على إقامة التوأمة بين القصيم وأحد الولايات في طاجكستان ما شاء الله الحمد لله في هذا خبر حصري هذا نعم تقريبا النماص الحساسات ان شاء الله بال يعني بال زي ما يقولون يعني واحده واحده ان شاء الله ان شاء الله انا كان عندي لقاء مع سمو امير القصيم قبل عده اشهر نعم الدكتور فيصل نعم يعني ما شاء الله يعني قيادي متميز وكان عندي لقاء يعني قيم جدا متميز جدا وهناك دعوه رسميه من قبل السلطات المعنيه في طاجكستان لقيام سموه بالزيارة إلى طاجكستان هناك إن شاء الله برنامج للتوأمة لإقامة التوأمة بين منطقة القصيم وأحدى الولايات في طاجكستان وهذه التوأمة برنامج التوأمة سيضم عدة محاور ومن هذه المحاور التطوير السياحي أيضا إن شاء الله بإذن الله وما الزراعة كذلك إن شاء الله نعم منطقة القصيم بأميرها هم خير من يمثلنا في هالجانب يعني ما شاء الله متميزين شكرا. جدا وإن شاء الله يكون في برضه دعوات في القادم إن شاء الله لأكثر تعاونا في هذا الأمر أنا تلقيت دعوة قبل فترة كان على مشروع المياه اللي كان في صحيح طاجكستان نعم. كان حتى بحضور رئيس الدولة وما شاء الله صحيح. كان مشروع كبير مشروع راغون نعم كان مشروع كبير يعني نعم طاجكستان دولة نحن نعتبرها دولة مائية ولـ 60-70% من المياه في منطقة آسيا الوسطى تتولد في طاجكستان يعني تستحوذ طاجكستان على قدر كبير من المياه في المنطقة وهي أيضا على المستوى العالمي من الدول الرائدة في الثروات المائية فنحن نستغل واستخدم الطاقة المائية في طاجكستان لإنتاج الطاقة الكهربائية ترى أن طاجكستان